يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونشوف مكوناتنا. زي ما انتم شايفين بسيطة جدا وحاجة سهلة. يعني انت لو ما عندكيش اي حاجة حلوة قومي اعمليها دلوقتي حالا، هتخلص في ثواني. المكونات عندي، عندي كوباية دقيق، عندي واحدة بيضة، 3 معالق شوكولاتة دهن، اي نوع بتستخدميه، اي نوع، في نوتيلا ماشي ما يخسرش، اي نوع، رخيص غالي مش هتفرق. اول حاجة هقول بسم الله وهاخد البيضة بتاعتي، بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط عليها فانيليا او زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هبتدي انزل، بس البيضة كده، وابتدي انزل عليها ال3 معالق الشوكولاتة، 3 اهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد كده بعد ما انزل ال3 معالق كويس، ابتدي مفيش اي حاجة تانية خالص، مفيش اي مكونات تانية خالص، خزعبلية ولا اي حاجة خالص. كده بس دي على جنب كده، وحط بقى كوباية الدقيق اهو، وابتدي بقى ايه، اعجن المقدار. عايزة تزودي والله اكتر من كده زودي زي ما انت عايزة، بس هو مقدار كويس كده صغير يخلص في ساعتها، ولما يخلص نعمل غيره. نبتدي بقى ايه، نجمع فيها لغاية ما تتكون معانا عجينة، مش هنضيف لمية ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة خالص. خلاص كده بقى اشيل الاسباتولا وابتدي اجمع العجينة بايديا من غير اي حاجة خالص. بصوا هتتجمع معاكي بكل سهولة، ما تقلقيش اهي. بصوا عجنيها بس كويس علشان الدي الابيض ده كله يختفي مع النوتيلا او الشوكولاتة، اي نوع انت حطاه. بصوا اهو بالشكل ده كده، بصوا بتتجمع معايا ازاي اهو، بتبقى قاسية شوية بس ما تقلقوش اهو. شايفين انا ببتدي بقى ايه، اخفي كل الدقيق الابيض ده خالص اهو، اهو شايفين. بصوا حبايبي بعد ما لمتها، عايزه اقول لكم شوفوا احنا كنا بنلمها كنت تحسوا ان هي قاسيه كده او جامده شويه، شايفين بقى لما هي اتعجنت مع بعضها بقت طريه وجميله ازاي. بصوا ويعني كميه حلوه يعني مش قليله، شايفين سهله جدا والله، مش محتاجه اي حاجه خالص. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا عندي الصينية او الصاج اللي احنا هنغبس فيه، بس اوسع لكم كده الشاشة اهو، وابتدي لو عايزة تحطي في ورق الزبدة زي ما انت عايزة، مش عايزة ما فيهاش مشكلة. وهبتدي هاخد جزء كده من العجينة بتاعتي واكوره كده اهو الشكل ده كده، المقاس بقى اللي انت عايزة. بصوا شوكولاته الدهن اصلا احنا مش محتاجين زبده ولا زيت ولا اي حاجه، شايفينها زي ما انتم شايفينها بتلمع ازاي، هي تبقى فيها جزء من الزيت او جزء من الزبده على حسب النوع اللي انت بتستخدميه. هعمله بقى ايه كله بالشكل ده كده، بصوا شايفين جميله ازاي. يعني ممكن جالك ضيوف تعملي لهم الحلويات دي او البسكويت ده وهم قاعدين بره، ومش هتاخد في ايديكي اي وقت خالص، وكانك جايباه ايه، شاريه جاهز. 3 مكونات بس يا جماعه اهو بالشكل ده كده، خلص بقى كل الكمية زي ما انتوا شايفين كده. بص المقدار عمل لي ايه، حبة كويسين اهم. عايزة تكتري ممكن تعملي ايه مقدارين، عايزة تسيبيه على لونه كده زي ما انت عايزة، عايزة تكسري اللون ممكن اللي هي حبوب الشوكولاتة اللي هي زي الشوكوبوني دي نحطها كده في النص تكسرنا اللون زي ما انت عايزة. يعني بقى ايه الشكل النهائي بتاعك انت، شايفين تدي شكل جميل كده وطعم ايه حلو. انا مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 170 او 180 على حسب درجه حراره الفرن بتاعك، يعني الفرن بتاعي واطي فانا بشغله على 180 لمده ربع ساعه بس، وتتحط على الشبكه تمام. وبعد الربع ساعه هنطلع نشوفها مع بعض. البسكويت بتاعي اهو زي ما انتم شايفين طلع وسبته يبرد، بصوا ولا جراله اي حاجه، ونفس نفس الحجم اللي احنا عملناه. بصوا الشوكولاته اللي في النص او الشوكولاته اللي احنا حاطينه زي ما هو بالظبط، في كام واحده ساده كده اهو
هنعمل ايه؟ انا عندي شوية شوكولاتة بيضة سيحتهم وحطيتهم في كيس بلاستيك عادي، وهبتدي اعمل خطوط كده عليه. بصوا نكسر اللون حتى كده بس مش اكتر، اهو بالشكل ده كده شايفين، اهو هنا برضو كده. عايزه تحطي مثلا على بتاعه شيك بني دي كده زي ما انت عايزه بقى، الاشكال اللي انت عايزاها ممكن تعمليها اهو يعني بالشكل ده كده. وتعالوا بقى نشوف ايه طريقه تقديمه بتبقى ازاي حبايبي. كده خلاص انا سبته لما الشوكولاته ايه يعني مسكت عليه شويه، وحطيته في طبق تقديم زي ما انتم شايفين كده. وايه او لو عندك شياله بسكويت ممكن تحطي فيه، وتحطيه عندك مثلا على ترابيزه الانتريه وقت ما اي حد يجي بتقدمي منه. تحفه يا جماعه ولذيذ جدا جدا جدا، مش قادره اقول لكم. بصوا شايفين البسكويت عامله ازاي وسواها من تحت، ما اخدش في ايديا بتاع حوالي 12 دقيقه في الفرن عندي، حوالي 12 دقيقه. ندوق بقى الطعم كده يا ام باسل ونشوف ايه الحكايه دي. بسم الله. واو تحفه جدا جدا جدا، مع كوبايه نسكافيه انسي بقى او كوبايه شاي بلبن، هو كده كده اصلا مش مسكر قوي، فمع الشاي بلبن بقى او النسكافيه هيبقى ايه، هو ده المطلوب. كده الفيديو بتاعنا خلص النهارده، سهل جدا، يا رب تجربوه يعجبكم ان شاء الله. وما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مطبخ ام باسل. واشوفكم على الف خير ان شاء الله في وصفه سهله وسريعه من مطبخ ام باسل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.